مرحبا. أجواء إيجابية بتسيطر اليوم على كل الأبراج بالإجمال. خلينا نشوف تفاصيل كل برج، والبداية مع الحمل. مهنياً نترك صفقات مالية ناجحة واتفاقات جديدة بتتضمن الموافقة على مشاريع كبيرة. أما عاطفياً، قد ما واجهتك مشاكل مع الشريك رح تستقبلها بضحكة ومرح، ورح تجرب قد ما فيك إنك ما تفوت الشك والمشاكل على هالعلاقة يلي إلك فترة مبسوط فيها. أما صحياً، لازم ترجع تمارس الرياضة وتخفف أكل بوقت متأخر، وإلا حتخسر صحتك بلا ما تحس. الثور مهنياً بوفر لك الحظ اليوم طاقة جديدة وبيخليك مرتاح مع حالك، كما أنك بتمضي وقت كتير مهم بالشغل، ورح تتقدم لك عقود عمل مهمة رح تفوت فيها بالمستقبل. أما عاطفياً، ما تفتعل مشاكل تافهة مع الشريك لأنه ممكن تكون نتيجة مش بسيطة مثل كل مرة. صحياً، خفف من الأكل الدسم وخاصة بالليل. منكمل مع برج الجوزاء. يوم اجتماع عم تلعب فيه دور الصديق المقرب من الكل، ويلي قادر يحل كل المشاكل بطريقة منطقية. ممكن نعرض عليك المساعدة من أحد الزملاء، فبلا إذا أنت بحاجة إلى، وإذا منك بحاجة ما تقبلها. أما عاطفيا، فكر أكثر بعلاقاتك وحاول تحل الأمور بطريقة منطقية أكثر. ننتقل لبرج السرطان. حالة من التوتر عم تسيطر على حياتك بشكل عام، حاول تبقى بعيدة عن الانفعال تما تتأثر حياتك بشكل عام. أما صحياً، فقلة الحركة عم تخليك كتير مشنج وعم تتعب من حيالة مجهود لو قد ما كان صغير. منوصل للأسد. مهنياً، حركة الكواكب بتحدد لك من طموحك. أما عاطفياً، بتصرح الشريك بأفكارك ومشاعرك وبتتناقش بمواضيع مهمة إلها علاقة بمشاريعكم المستقبلية. أما صحياً، خفف من الساعات يلي عم تضل قاعد فيها، وحاول إنك تتمرن وتمرن جسمك بسباحة أو المشي. مولود برج العذراء. بيعتبر اليوم من الايام الحلوه يلي بتحمل لك مفاجآت ولقاءات مهمه. ما تشغل بالك بامور سنويه وخليك مركز على الاساسيات. سيطر على اعصابك في حال صار في استفزازات بين الزملاء بالعمل. اما عاطفيا، كون صريح مع الشريك وما تخبي عليه تفاصيل حياتك ومشاكلك. صديقي الميزان. مهنياً، ممكن يتأمن لك مدخول إضافي من خلال مشروع استثمار أو بيع أراضي. المهم تعرف كيف تنظم مصروفك وتستفيد من هالربح المادي. أما عاطفياً، بتحس إنه الشريك بلش يستوعب طريقة تفكيرك وعم يتأقلم معك. صحياً، ممكن تكون بحاجة لفيتامينات تأمنوا لك النشاط والحيوية يلي جسمك بحاجة لها، فاستشير طبيبك ليعطيك شيء مناسب لك. عزيزي العقرب. مهنياً، ما تتسرع اليوم بقراراتك أو حيالله شي بدك تفوت فيه لو قد ما كان صغير، فلأن الكواكب اليوم عم بتأثر على حركتك وعلى شغلك، بهيدا الشي رح يأثر سلباً على عملك. أما عاطفياً، بتستعمل جاذبيتك وجمالك للتأثير بالشريك، لكن رغم كل محاولاتك ما حد قدر تسيطر على موقفه. أما صحياً، بتنعكس أوضاعك بالشغل على صحتك ونفسيتك وبتخليك موتر. القوس. ما بتعرف اليوم كيف بدك تتفادى المشاكل مع الناس، وبتكون منك قادر تسيطر على تصرفاتك. حاول تهدى، وإذا فيك تاخد فرصة أو فترة نقاهة حتى ترجع تجدد طاقتك. أما عاطفياً، ما تاخد قرارات متسرعة بخصوص علاقتك بالشريك تما تندم بعدين. برج الجدي. مهنياً، بتحس هيدي الفترة بالأمان والراحة بعد ما تخلصت من مصدر الإزعاج وصارحت المسؤولين عن سبب تأخرك بمسؤولياتك، فبتبلش أعمال كتيرة وبتحط أهداف ورح تشتغل على تنفيذها. أما عاطفياً، ما تعاتب الحبيب وما تنتقده على تصرفاته، فطريقتك معه عم بتلبكه وتخليه ينفر منك. صحياً، ما تقسى على حالك بالنشاطات الرياضية تما تصير النتائج عكس ما بتتمناها. نوصل لبرج ما قبل الأخير، برج الدرو. صار لازم تلاقي حل للمشكلة المادية يلي عم تعاني منها ويلي عم تخليك تتصرف على طبيعتك، فالأفضل أنك تفتش على مصدر إضافي لتزيد مدخولك. من ناحية تانية، وضعك مع الشريك ممتاز وهو واقف حدك بكل المراحل يلي عم تقطع فيها. أما البرج الأخير فهو برج الحوت. مهنياً، بتنجح بمشروع كسر لك مدة عم تشتغل عليه وبتلفت الأنظار بطريقة كتير إيجابية. أما عاطفياً، بتقدم كل دعمك للشريك ورح تبرهن له عن حبك الكبير بطرق مختلفة.
مولود اليوم بدنا نتمنى له نهار مليان بالقصص الإيجابية، أما من صفاته مزاجي كتير واجتماعي، بحب السهرات واللقاءات مع العائلة والأصحاب، ورغم مزاجيته يلي بتضايق المحيطين فيه فهو محبوب ومرح وبيعطي روح وجو حلو مطرح ما بيكون. أما جيسيكا توما حابة تعرف شو معنى اسمها وعن علاقتها بخطيبة يلي بينتمي لبرج الدلو. بالأول بحب أتمنى لك يا جيسيكا عيد ميلاد سعيد بما أنه اليوم عيدك، وإن شاء الله بتحقق بهذه السنة كل أهدافك وتحملك مع الصحة وراحة البال. بنرجع لمعنى اسمك اللي هو أصله إنجليزي وبيعني العطية أو النعمة من عند الله. أما عن علاقة امرأة العقرب برجل الدلو، فهن اثنيناتهم بحبوا السيطرة كون امرأة رومانسية على عكسه وما بتحب تهرب من الأمور المهمة، وما بيعجبها أبدا طباعه المتقلبة المزعجة لأنه هالأمور بتحسسها بعدم الاستقرار. أما هو بحب أفكار العملية وبينجذب لإرادتها القوية وتعمقها بالأمور يلي ممكن توصله لأهدافه، لكن مع الوقت والعشرة بتتقرب وجهات النظر وبصير في تجانس تام بالعلاقة والأفكار. أصدقائي أنتوا كمان فيكم تتواصلوا معنا عبر الإيميل horoscopelian@hotmail.com وتسألونا عن أي شيء بتحبوا تعرفوا بخص برجكم أو عالم الفلك، وأنا بلاقيكم بكرة بفكرة جديدة من أوروسكوب.